في هذا المقهى في عمان القديمة تقضي ميساء خضير أوقات فراغها. الشابة الأردنية تعد من إحدى المدونات الأوائل في الأردن، حيث أطلقت مدونتها قبل 6 سنوات. ومع انطلاق الثورات العربية ازداد اهتمامها بالتدوين وبآفاق التواصل الاجتماعي. هلأ السؤال اللي بيخطر ببالي دائما، إيش الشبكة الاجتماعية القادمة؟ وهل يا ترى حتغطي اللي قبل؟ وهل رح تقدر إنه تتماشى مع التطور؟ في مدونتها تستغل مساحة الحرية التي يتيحها الإنترنت لتنتقد المجتمع ووضع المرأة، واختارت في ذلك أسلوباً ساخراً في الكتابة، أسلوب تستمده من قراءاتها العديدة للأدب العربي والعالمي، كما أن عملها كمدققة أدبية يسمح لها بالقراءة، وهي تحرص على أن تكون لديها كتب متنوعة. كان أي شيء متوفر كنت أقرأه، ما كان يفرق معي كتير، بس أنا بطبيعتي بهتم بالمدونات اللي هي لها طابع اجتماعي ثقافي وفني تقريبا، بس إلا ما يطلع لك إشي بالنص يعني سياسي، إشي خلافي، حقوق يعني مرأة، حقوق مثليين. مشاركة ميساء خضير في لقاءات للمدونين فرصة لمعرفة التقنيات الحديثة في مجالات الإنترنت ولاستيعاب دورها الاجتماعي كمدونة. إذا بتستخدم أداة اجتماعية مهما كان أنت نوع مؤثر، يعني حتى لو أنت فكرت حالك مش مؤثر ممكن تكون مؤثر في حياة ناس تانين. فنصيحتي هاي بس من تجربتي الشخصية، كون صادق مع القراء ومع حالك، وحاول إنك تغير، مش ضروري تضغط بس حاول. التغيير السلمي والتعبير عن الآراء في فضاء الإنترنت، هذا من مواضيع ملتقى المدونين العرب في الأردن، مواضيع تمت مناقشتها خلف أبواب مغلقة.